de suite, récap midi. Récap midi. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كلهم، أنتم في الاستماع على إذاعة الحيطة في موعد جديد من غيكاب ميدين. وصلنا نهار 15 دقيقة من توا حتى لساعتين، إن شاء الله نرجو على آخر المستجدات على الصعيد الجهوي كذلك على الصعيد الوطني. تنجموا تسمعونا على 93 على البوندا فيم ولا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلها بالفرنسي الحياة فيم، أو بيان تنجموا زادة تسمعونا على لايف ستريمينج على سيت ويب متاعنا الحياة فيم .net. دونك معايا إمنا بوخيت في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في الديجيتال، معكم سهام حمدي من الميكرو من توا حتى لساعتين في غيكاب ميدي. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو سنة فيكم لليوم في غيكاب ميدي؟ باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على حديثة اختفاء ثلاثة فتيات أصيلة القيروان في ظروف غامضة. شنو التفاصيل متاع الموضوع هذا يا سينا؟ وزادة باش نحكيه على أحداث سوق سيارات في حاجب العيون. هل حاجب العيون جاهزة؟ هل البنية التحتية يعني مستعدة لاحتضان هذا السوق؟ باش يكون بعد شوية حديثنا مع رئيس بلدية حاجب العيون. سينو على صعيد الوطني اليوم باش نحكيه على المراسيم الرئاسية الجديدة اللي صدرت في الساعات القليلة الماضية وعزل 57 قاضي ومرسوم مجلس القضاء المؤقت تم تعديله البارح بما يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة. باش تكون عنا قراءة قانونية لهذا الموضوع سينو زيدا. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومدى الاستعدادات متاحة خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء. هذا وأكثر ينتظركم اليوم في غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين، مرحبا بكم الناس كل. نص النهار 34 دقيقة على إذاعة الحيطة فهم، أنتم في الاستماع لغيكاب ميدي يتواصل معكم حتى لساعتين كالعادة. البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي، في الأكتواليتي لليوم نحكي على حادثة في مدينة القيروان بخصوص اختفاء ثلاثة فتيات في ظروف غامضة. شنو التفاصيل؟ شنو المعطيات المتوفرة؟ تقريبا الحكاية صارت نهار الاثنين اللي فات، باش ناخذوا أكثر تفاصيل عليها تدسويت مع السيد صبري بحيبح المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالقيروان. سي صبري بحيبح عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحيطة فهم. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي صبري، دونك الأخبار اللي قاعدة دور أنه فما ثلاثة فتيات اختفوا، هل يعني فما معطيات جديدة بخصوص هذا الموضوع؟ لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل بخصوص هذه الحادثة. والله فيما يخص التفاصيل، هو الحقيقة في تاريخ 28/5/22 تم اختفاء أربعة أطفال إناث، أربعة مش ثلاثة، ومن شرائح عمرية تقريباً أربعة إناث. سي صبري، أربعة من شرائح عمرية متقاربة تقريباً. تقريباً قداش العمر؟ ما بين 13-14 حتى 16 سنة، أكثر حتى من 16، ومتمدلسين تلامذة الكل، وما وردتش أخبار عن وضعهم ولا عن مكان التواجد نتاعهم. ذات الفرقة المختصة على عاتقها الموضوع، الفرقة المختصة لبحث جرائم العنف للمرأة والطفل في القيروان، وخذت التدابير التأخير اللازمة بعد مراجعة النيابة في تذاكر، وقمنا حتى نحن معناتها مقابلة الأمهات والمحادثة معهم، كانوا معناتها في وضع نفسي رديء ورديء جدا في بطبيعة الحال، نحكيو على صغارهم خاصة، كانوا في وضع نفسي سعيد ياسر. والبارح والحمد لله التاريخ 1/6 في حكاية 5:30 نتاع العشية تم العثور على الأطفال الأربعة، تم العثور عليهم الأربعة، تم العثور عليهم مبدئيا في صحة جيدة. اي مازال الفرقة كما قلت لك التأخير اللازمة باش وين نلقاوهم سي صبري؟ في ولاية مجاورة. في ولاية مجاورة مع بعضهم الأربعة؟ مع بعضهم، خاطر أخبار أنهم تجاوزوا الحدود خلفة وأن ثم شكون اللي نط منهم الخروج نتاعهم وغيره، هذا الكل ما نجموش نقولوا نحن، لا اختطاف لا تحويل وجهة لا حتى شيء، لا هذا الكل من أنظار القضاء، القضاء هو اللي نجم يحدد ويوجه التهم ويقول شنو اللي فهم. التأخير اللازمة بالشرعي بعد مش يأكد لنا أقوالهم، ومش نشوفوا بعد نحن كمكتب مندوب حماية الطفولة يلزمنا نعمل سويفي
الا اللازم لهم للصغيره هذوكما والمتابعه لهم. ديجا يعني حكيت مع الامهات وقلت لهم مش طلقه بنتها تجيب هذه طول معناتها باش نشوفوا تاعها يعني مازالوا ما تسلموهمش الاولياء تسلموهم ديجا تسلموهم من قبل حتى ما يظهروا الصغيرات كنا ديما متفائلين ان صغارنا لاباس بحول الله ومش يتم معناتها متابعتهم نفسانيا وتوفير المرافقه والمتابعه النفسيه اللازمه باش نشوفوا الاسباب نتاع الهروب هذايا وشنو هو اللي وراه ذات حال بعد ما يعطي القضاء الكلمة الأخيرة. يعني تسلموهم هما أربع بنات من مدينة القيروان الكل سي صابري. أي. من مدينة القيروان هما في صحة جيدة وتأكد اللي تم تسليمهم مبدئيا في صحة جيدة. أكيد مش يكونوا نفسانيا متقلقين وأكيد مش يكونوا على خاطر بعد على ديارهم والفترة مش شوية. دونك هذايا الكل المتابعة النفسية والمرافقة النفسية مش نوفروها لهم حالة ما نتمكنوا من ذلك وفي أحسن أجيال أكيد احنا ماذا بينا من اليوم. اي وما تنجمش تعطينا اكثر تفاصيل سي صبري علاش مشاو مع بعضهم فما تنسيق والله الكل تو هما تم سماحهم في احسن الظروف وتم توفير المرافقه اللازمه لهم هذا الكل من انظار القضاء بعد الاطلاع على التقارير نتاع السيف كان فما والتسخير اللازم خذاتها الفرقه المختصه مشكورين على فكره الساعه متاخره البارح وهما يخدموا ومعناتها قاموا باللازم الحقيقه في ظروف جيده جدا وتم تسليمهم من اوليائهم تم الاحتفاظ بذي شبهه مش نقولوا منين ولا كيفاش هذا كل من انظار القضاء بعد هو يوجه التهم اللازمه ولا اللي راح صالح ياخذوا ونحن على ذمه القضاء. بخصوص قرايتهم هما كملوا الامتحانات ولا فيهم اللي ما كملش؟ مازالوا ما كملوش. نهار السبت 28 معناتها 28 شهر دونك مازالوا في الامتحانات على ما اظن ولا في اخر نهار حاجه كيما هكا. ايوا شنو باش يصير يعني مصيرهم الدراسي كيفاش باش يتم؟ مش نشوفوا ساعه اي مش نشوفوها اكيد انا قلت التعهد ما بعد الحادثه هذاك واجب علينا نحن باش اولا ساعه نفسانيه لازمنا نطمنوا على الـ على الـ على البنيات هذوما. اثنين لازمنا نعرفوا الاسباب شنيا. وبعد نحاول نصلحوا كان فما حاجه في قرايتهم ولا في نفسيتهم ولا في علاقتهم ولا في اي حاجه نحاول نصلحوا نفسانيا ونشوفوا المدرسه نتاعهم ونشوفوا كل ما يتعلق بوضعهم العائلي والمدرسي والنفسي الكل مش نشوفوه معناتها احنا والاولياء اكيد. وضعيتهم الاجتماعيه نتاع العائلات نتاعهم سي صبري كيفاش يعني وضعيات؟ متوسطه وضعيه متوسطه يعني. وكي حكيتوا مع الاولياء نتاعهم وصيتوهم كيفاش طريقه التعامل معاهم كي تسلموهم؟ بطبيعه الحال هذا كله مش يتم متابعته مش من الكلام معناتها مش يتم سماع البنات الساعه عن طريق الاخصائيه النفسيه مش يتم التواصل مع العائله باش نشوفوا انا كنت نحكي لك قلت اسباب الهروب هذا شنو هو اللي خلاهم يهربوا علاش وين وصلوا شنو هو اللي قال صاروا خاطر ان شاء الله ما تكونش فما اضرار معناتها لهم سواء بدنيه ولا نفسيه وبعد نشوفوا شنو باش نجموا نعملوه مع العائلات وحتى في الوسط المدرسي نتاعهم. واضح سيد صبري بحيبه حلم دوباجي لحمايه الطفوله في القيروان مشكور جدا على تفاعلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. يؤكد سيد صبري بحيبه وانه هما اربع فتيات الساعه غادروا منازلهم ولا اختفوا نهار 28/5 ولكن البارح نهار 1/6 تم العثور عليهم مبدئيا يقول في صحه جيده في انتظار القيام يعني باجراءات اخرى صحيه ويعني احاطه نفسيه او غيرها تسلموهم الاولياء نتاعهم وباش ينظروا فيما بعد ضمن بقيه الاجراءات في مصيرهم الدراسي. بعد شويه احنا باش نحكيوا على حاجب العيون وتركيز سوق السيارات في معتمديه حاجب العيون. هل البنيه التحتيه حاضره لتركيز هذا السوق ام لا؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد شويه. نصف 53 دقيقه ما زلت في الاستماع لاذاعه الهاتف في غيكاب ميدي باش نهزكم الى معتمديه حاجب العيون. كنا حكينا سابقا على السوق اللي باش يتم تركيزها في حاجب العيون سوق للسيارات بيع وشراء السيارات. سوق أكيد باش يكون عنده عدة منافع للجهة ولكن هل جاهزة حاجب العيون من حيث البنية التحتية وفما عدة إشكاليات خاصة في مستوى الطريق؟ هذا اللي باش نعرفوه بأكثر تفاصيل مع السيد لازهر النصري رئيس بلدية حاجب العيون. سي لازهر النصري عسلامة مرحبا بك على إذاعة الحيتفان. شكرا لإذاعة الحيتفان وحييكم
شكرا جزيلا لك سي الأزهر النصري. إذا كنا حكينا سي الأزهر معك سابقا وعطيتنا تفاصيل متاع بعث أو تركيز سوق السيارات في معتمدية حجب العيون. هي بدرة طيبة أكيد باش يكون عندها عدة منافع على الجهة، ولكن هل الجهة جاهزة اليوم من حيث البنية التحتية خاصة لتركيز هذا السوق باش تكون تجربة ناجحة؟ مش الفايدة نعمل سوق ولكن ربما يعني تكون الظروف غير معناها مش بالشكل المطلوب، الفايدة في تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح هذا السوق. سؤال في محله، هو فعلا معناتها فما معطيات موضوعية تخدم مثل المشروع هذا. المرحلة الأولى كما أشرت سابقا وأنه انتفاع سوق السيارات سيكون على مستوى الطريق الوطني ثلاثة في عند مدخل المدينة، وهذا معناتها اكيد باش يكون عنده اثار ايجابيه لانه هذه الطريق يمر عليها معناتها مئات بل الاف السيارات يوميا، وهذا مش يعطي معناتها الصبغه الشهريه للسوق هذه باش تتعرف مبدئيا باش تتعرف معناتها على مستوى البلاد كامله. واضيف وانه نحن رانا استغلنا موقعنا في تونس العزيزه، وانه في وسط الجمهوريه حجب العيون هي في معناتها كغلاف سوان تتوسط الجمهورية التونسية وحاجب العيون بالطبيعة جزء منها. حبينا أن نوفروا الموقع ذا لأنه نعرف تجار السيارات ماذا بهم يقطعوا أقل كيلومترات معناتها، والالتقاء عند نقطة معناتها تكون يسيرة يكون سهل الوصول للسوق ولا دخول للسوق يعني. كما أشرت حين للبنية التحتية بحجب العيون السوق اللي باش يتم الالتقاء فيها بعد ذلك، يعني احنا باش نعرف السوق شهر أو شهرين بعد عنا معناتها ديجا تقريبا عندنا طريق خدميه على نسبه حاضر بنسبه 80% معناتها المقاول هو معناتها يواصل في العمل نتاعو، وان شاء الله معناتها ستكون تلك الطريق هي التي ما هي تكون مع الرابطه اذا بين الطريق عبد الثلاثة والسوق الجديده. وهذا فكرنا فيه، وبالطبيعه البنيه التحتيه في حجب العيون معناتها كيما تونس كامله فما حوايج مثل توا فما حوايج اكيد باش نداكها باش معناتها تكون السوق ناجحه، والزوار نتاعنا الحاجب العيون اللي نرحبوا بهم من كافه انحاء الجمهوريه يكونوا في اريحيه. بالنسبه للمواطنين اهالي حاجب العيون شنو موقفهم والا هكا اولى الانطباعات بالنسبه لهم بخصوص بعث هذه السوق سي الأزهر؟ والله الناس معناتها اغلبيه الناس معناتها تعبر على فرحتها لانه هذا فيه جانب معناتها اقتصادي معناتها مهم للبلاد، في تعريف بالبلاد بالمنطقه زاده منطقتنا حاجب العيون راهي معتمديه معناتها السوق الجمهوريه باهيه، عندنا نشاط عندنا منتجات فلاحيه وفي بعض القطاعات رانا الواله حتى في تونس ومن الاوائل حتى ما نكونوش الواله كما توا يتزامن هذا مع موسم المشماش، نحن من الاوائل معناتها محتل المرتبه الاولى والثانيه تقريبا بين السنه والاخرى معناتها، ومنتجات اخرى متميزه بها حجب العيون. حجب العيون منطقه معناتها يستطاب فيها العيش رغم بعض النواقص وبعض ان شاء الله هو صباح معناتها صنعنا حبير باهي من عند السيد مدير جهوي المدير اقليم شركه وصيه للتغذيه وتوزيع المياه، عندنا اشكاليه نتاع ماء ان شاء الله نجوزها وبعض المشاريع الاخرى التي ستنتج لاحقا معناتها باش تكون معناتها تعطي الاضافه لمنطقه معناتها فلاحيه بامتياز ومنطقه معناتها فيها حركه اقتصاديه. واضح بربي ذكرنا سي الأزهر بالسوق، وقتاش باش ينطلق يعني في ان شاء الله؟ وهذا نعود عليكم نعود الاعلام الكل باش يعاونونا في الاشهار، ومشكورين الحقيقه معناتها تقريبا برشا جهات اعلاميه معناتها طرف السوق هذه وفي الصحافه المرئيه والمكتوبه والمسموعه. السوق هذا ان شاء الله يوم الاربعاء 8 جوان. بالطبيعه بدايه من الصباح معناتها القانون الصباح وربع الصباح سيتم معناتها الانطلاق باستغلال في الانتصاب معناتها السيارات القديمه والجديده، وان شاء الله تكون معناتها بشائر معكم تاع خير لبلدتنا، وان شاء الله تكون عندها تاثير ايجابي والحقيقه الاهالي ولا حتى الاعلاميين كل الناس فرحانين بالمولود هذا الجديد الذي سيرى النور، حتى ولو معناتها بشي صعوبات مليون اكيد نتركها واكيد من بعد تكون معناتها في افضل حال.
ان شاء الله تنكونوا فتحت يا اليوم الافتتاح نتاع هذه السوق بشي قديمه بالاربعة سي الازهر ان شاء الله. هذه بالطبيعه والله احنا برمجنا حتى قبل كان عندنا راي في المجلس لكن اهل الاختصاص التجار معناتها راوا انه اليوم الاربعاء يكون عنده معناتها تاثير اكثر ونجاح اكثر. هذاك علاش رجعنا اليوم الاربعاء معناتها وان شاء الله يبقى ديما يوم الاربعاء خاطر هذا بالنظر الاسواق الموجوده في تونس كامله النهار الاربعاء معناتها يتعدوا السوق. واضح سي الازهر النصري رئيس بلديه حاج بلعيون مشكور جدا على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. نتمنوا النجاح لهذا المشروع اللي باش ينعكس ايجابا على حاج بلعيون وولايه القيروان ككل. بعد شويه احنا باش نحكيو على الصعيد الوطني والمراسيم الرئاسيه اللي صدرت في وقت متاخر البارح اللي تهم القضاء وتهم هيئه الانتخابات. في انترفيو نتاعنا لليوم نحكيو على المرسوم الرئاسي اللي صدر البارح في ساعه متاخره من الليل يخص المجلس الاعلى او تعديل لتركيبه المجلس الاعلى المؤقت للقضاء. وبمقتضى هذا المرسوم يسمح لرئيس الجمهوريه قيس سعيد باعفاء القضاة كما زاد تم اعفاء 57 قاضي متهمين حسب خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالفساد بالتستر على يعني متهمين في قضايا إرهابية وقضايا الجهاز السري وغيرها من القضايا الأخرى. اليوم في حاجة إلى قراءة قانونية وذلك علاش معنا بالتليفون اليوم ضيفنا المحامي الأستاذ عماد بن حليمة. أستاذ بن حليمة مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. اهلا وسهلا مرحبا بك تحيه لك والى كل فريق العامل معك والى متابعيك ومستمعيك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوه استاذ بن حليمه. اكيد تابعت كما توينس الكل البارح المراسيم اللي صدرت خاصه يتعلق منها باعفاء القضاة واللي تم البارح اعفاء 57 قاضي. في البدايه قراءتك الاولى لهذه المراسيم. هو اصدر الحقيقه مرسوم وامر. ثم مرسوم اللي عدل المرسوم السابق نتاع اللي بموجبه تحل المجلس الاعلى للقضاء المنتخب وتم تركيز مجلس اعلى مؤقت للقضاء. الفصل 20 من المرسوم القديم هذا اللي تعمل الاولاني يقول وانه يمكن لرئيس الجمهوريه بناء على تقرير من وزير العدل او من رئاسه الحكومه وانه يعفي من الخطط القضاة. هو الاعفاء من الخطه مش هو اعاد وانما كما نقول واحد يكون وكيل جمهوريه وكيل عام رئيس محكمه مدير شؤون جزائيه ينحيلوا الخطه مش يعاد. وهذه الحقيقه كان تمهيد لما هو اهم. تعدى الفصل 20 بدون نقاش كبير. الرئيس زاد قدم القدام الى جانب حق الاعفاء من الخطط اليوم مشى زاد خطوه اخرى القدام اللي هي الاعفاء من الوظيفه يعني العزل. لكن انا ما قلت كم مره انه لابد من اصلاح القضاء ولابد من تنظيف القضاء ولابد من محاسبه الناس اللي تورطت في قضايا رشوه وفساد او تلاعب الاجراءات. هذا معناه ما نجمش نختلف فيه. لكن السؤال المطروح هل انه بهذه الطريقه؟ ترى السيد الرئيس مازال كيف عمل المجلس اعلى للقضاء مؤقت المجلس هذا ادى اليمين في 7 مارس 2022 مازال ما خداش الوقت المجلس لانه المجلس ينعقد كمجلس تهذيب مش هو يتبع القضاة. وزارة العدل هي اللي تتبع القضاة وتفقدية وزارة العدل هي اللي تحيل الملفات اللي تخدمهم على مجلس القضاء باش المجلس على القضاء باش سواء الاداري او العدلي او العدل او المالي ينتصب كمجلس تاديب ويعاقب. انك اليوم انت شنو المبرر في تجاوز صلاحيات المجلس اللي هو المجلس هو اللي يعزل. انك تستبق وتولي تعزل انت وقت اللي المجلس ما عنده شهرين ما بدا يخدم. ولكن الانتقادات نتاع رئيس الجمهوريه متواصله حتى قبل تركيز مع المجلس القديم والا حتى مع تركيز المجلس المؤقت ويبدو انه الامور يعني في سلك القضاء او ما يطلق عليه رئيس الجمهوريه استاذ بن حليمه تطهير القضاء يعني الامور هذه مش ماشيه كما يجب. يعني البارح رئيس الجمهوريه سمع مش ماشي كما يجب. اوكي مش ماشي كما يجب ما نختلفش معاه
أم هل أنه الأمر يتم بالطريقة اللي عملها هو في المرسوم تاع البارح؟ لأنه ما روكي نعمل المرسوم نعمل قانون عن مواثيق دولية يجبنا نحترمها، فما مبادئ كونية يجبنا نحترمها، وأهمها مبدأ المحاكمة العادلة وتوفير حقوق الدفاع غير مقبول بقطع نظر أنه رئيس الجمهورية ليس له الحق في عزل القضاة، هو أعطى الحق هذا الروح بيمارسه ما تطولوش حتى جهة أخرى. ما يجيش رئيس السلطة التنفيذية يعزل القضاة، هذا من حيث المبدأ. خلنا نزيده، نحن نقوله نجم نتجاوزه باقي المبدأ هذا، باقي نتجاوزه احنا في ظرف 6 أي 9. هل معقول وأنك أنت تعزل شخص من غير ما تعيط له، من غير ما تسمعه، من غير ما تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه، ومن غير ما يمثل أمام مجلس التأديب؟ هذا غير معقول. ثم أنك تزيد تحط فصل آخر تقول وأنه إضافة إلى أنك إنسان مش تعزله بدون أن يمارس حقوق الدفاع متاعه، حتى كي تعزله أنت أمر العزل غير قابل للطعن. هذا مش معقول. يعني هذا يا رئيس جمهوري يخذ قرار باش يعزل القضاة وحده ولا رقابة عليه، مين جيش؟ هذا ضد النواميس، ضد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ضد الديكلاراسيون اونيفرسال دو دروا دو لوم، ضد الدستور، ضد القوانين العالم الكل. مين جيش؟ هو موظف في إدارة. ما تعزلو إلا ما تعملو استجواب وقت اللي تقوم عليه الحجة تعديه على مجلس التأديب، وعنده الحق باش يدافع على روحه. حتى كي تصدر ضده قرار في العزل عنده الحق باش يطلع قدام المحكمة الإدارية. معناها العملية دي عملية خطيرة، مش 57 اللي تنحى، لأنه راهو مش نرجع لنفس الوضع اللي عشناه وقت اللي كان نور الدين البحيري وكانوا الإخوانجية يحكموا بوزارة العدل وحبوا يسيطروا على القضاء، وقت اللي صدرت القائمة متاع 83 قاضي عفاء وتم وقتها التلويح بأنه فما قائمات أخرى مش تطلع. راهو أخطر شيء، صحيح القضاء يجب يتنظف، لكن أخطر من هذا وأنك تولي إذا قضاء يعمل تحت الخوف وتحت الرعب. يعني كي تشوف المرسوم اللي هبط البارح يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في العزل، يكفي أنه يرى رئيس الجمهورية أنه القاضي أساء إلى سمعة القضاء، وهذه من عبارات وهذه تقديرية أستاذ، يعني لرئيس الجمهورية أن يقدر ذلك. يعني يقدر رئيس الجمهورية، سامحني قلت لك، أولا ما عندوش الحق، وثانيا هو يعزل بدون سماع بدون دفاع بدون مجلس. على الأقل كان جاء وقال حتى رئيس الجمهورية، دونت شو مشكلتك؟ مشكلتك في أنه يعطل في الملفات مش عادي وفيهم على مستهدير داي فرق، خذ أنت الصلاحية، خذ أنت الصلاحية باش تعدي الملفات على مستهدير. أما أنك أنت تعزل بدون احترام حقوق الدفاع، بدون أنه الإنسان اللي تعزله عنده حق الطعن قدام محكمة إدارية، هذا ما يجيش. أنا معاه أنك تنظف، وأنا قلت الكلام هذا، أما باحترام القانون. احنا كي نشدوا واحد قاتل واحد اون فلاغرون ديلي وقاتلوا مع سابقية القصد، ما نهزوش يطول للعداء، مشوش نعدموا، نهزوا المحكمة صح. ولكن الرئيس مع ذلك أستاذ، وإحنا كنا نسمع فيك يعني كيفاش نورمالمون كانت تتم الأمور، مع ذلك الرئيس ما زال يردد أنه لا يتدخل في القضاء. لا، هذا أمر غير صحيح. وكما هو قال، هو البارح شنو قال؟ حكى كيفاش وأنه إذا غاب وجبد على المقدمة نتاع ابن خلدون، وحكى كيفاش أنه إذا انتشر الظلم خرب العمران. ظلم راه حتى هذا اللي عمله هو، هذا اسمه ظلم، راه انك انسان تحرمه من حق الدفاع. وانه حكى هو الرئيس البارح حكى على 3 من الناس، راه تو باش تسميهم خاطر هما هبط تسميهم، حكى على طيب راشد وحكى على بشير العكرمي وحكى على القاضي اللي حكى عليه كان مستشار في الحكومه اللي هو بالحسن بن عمر. انا انت حكيت على 3 من الناس، انت ركز بحث 57 وقلت انت بعظمة لسانك البارح خدام مجلس الوزراء وانه مش كلهم على الفساد، راه قال ثم اللي عندهم فساد اخلاق مش فساد مالي ورشوة، قال ثم اللي عنده تحرش جنسي وثم اللي عنده علاقة بحزب، هذه اسباب متنوعة وذات خطورة مختلفة. ما لا مش بالطريقة هذه يا اصلح القضاء
بيد هكا وبيد مخلوقه بدون رقابه بمجرد قرار بمجرد قلم لا ما نجموش هكا. لانه يقع الاجهاز على حقوق الدفاع بصوره كليه، لا الحق في الدفاع ولا الحق في الطعام. ما يجيش اور نورم ما تجيش العمليه هذه. هناك اصوات استاذ تقول وانه القرار نتاع الاعفاء نتاع 57 مش الكلهم كما كنت تقول انت على فساد، يعني ايا كان نوعه معنى هذا الفساد، انما فما مواقف من مسار 25 جويلية، ربما فما عده اطراف او عده اسماء في 57 هذوما تم عزلهم فقط لانه عندهم موقف. كما رئيس جمعية قضاة الشبان مسعودي هذا تم عزله لأنه ضد 25 جويلية، لأنه مشقة ضد 25 جويلية. ثم الرحماني نفس الموقف، ثم قضاة أخرين اللي تعزلوا خاطر واحد ضرب في دوسي نبيل القروي، الآخر كي جمهورية تاع زغوان خاطر ما مشاش معاه في القضية نتاع الزيارة نتاع معمل الحديد نتاع زغوان. حسيت حكاية الضحك كيفاش باش تنعكس على صورة تونس أستاذ، وإحنا مشينا خطوات في المسار الديمقراطي اليوم؟ معناش ما لا 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 إحنا معناش مسار ديمقراطي منذ 2011 ما عناش؟ عنا مسار استبدادي. من وقتاش هذا أستاذ؟ هذا طول نعيشه فيه من 25 جويلية يعني تقصد؟ أتعس درجات الاستبداد. لأنك إذا توصل، لأنه الخطر راهو يمتد لقطاعات أخرى راهو من بعد. فهمتني؟ وموش باسم النظافة وباسم التنظيف وباسم التطهير نتعداو على حقوق الناس. يلزمو قال مع تطبيق القانون. القانون يا خويا يمكن الشخص من أن يدافع على نفسه. معناها أنت واحد عنده شبهة تاع فساد مالي مثلا، تجي أنت تعزله وتقول إذا كان بعتلي تحكم بالبراءة وقتها يطعن ويرجع. سامحني في قوانين العالم الكل ثم يعني قرينة البراءة، الأصل في الإنسان أنه بريء إلى أن تثبت إدانته، محاكمة إدانته في محاكمة عادلة. هذه موجودة في قوانين العالم الكل وفي المنظومة التشريعية العالمية. نجيو نحن نقلبوها توا، الإنسان مدان ويعزل وإذا ثبتت براءته يا وقت يطعن ويرجع. نشوف بالعكس. به أستاذ، توا بالنسبة للتوينسة اللي شافوا الأسماء 57 في نظر التوينسة، يعني باش يقول لك هذوما هما اللي يحكي عليهم الرئيس بتهم الفساد، وسواء فساد مالي ولا أخلاقي ولا تستر على متهمين في قضايا إرهابية، وكلهم مع بعضهم يعني دون حتى يعني أنه يجزأ بيناتهم وإلا يوزع كل حد شنية التهمة متاعه. ولكن ألا يشفع التبرير اللي قدمه البارح السيد رئيس الجمهورية في خطابه في المجلس الوزاري انه ياخذ هذه القرارات؟ مثلا يقول لك انه هذوما هددوا الامن القومي للبلاد، هذوما تستروا على ملفات تخص الجهاز السري. الامن القومي هو تعرف على قداش من واحد حكى على الست ثلاثه هذوك اللي سميتهم، وفما قال امور اخلاقيه شفت انا تم زوز قضيات فهمتني، وفما قاضي اخر قال عنده تحرج جنسي. ايه والاخرين 51 وسامحني فما سؤال اخر مطروح، معناها انت تو كي خرجت 57 هذه نضاف القضاء ولا ما زالت قائمه اخرين؟ ما زلت نزيد نسال السؤال هذا، وهذا امر مهم والله. كانت تقول لي 57 تو هذوما صحيح نظفنا القضاء، قول لك على الاقل قل، اما اذا كان ما زالت قائمات اخرى وانا متاكد ما زالت قائمات اخرى، وتو جماعته على الفيسبوك يبداوا يهبطوا فيهم، هو ارهاب للقضاء. راني ما قلتش القضاء ما يلزموش السلاح، القضاء فيه الظلم وفيه الفساد وفيه التسيب الإداري، موجود كل شيء بنسبة مش كبيرة برشا، لكن لا للظلم. ظلم لا، كل إنسان مهما كانت الجريمة اللي ارتكبها لابد أن تضمن له محاكمة وتتاح له الفرصة أن يدافع على نفسه، وبعد خذ فيه القرار اللي تحبه. مش أنت تاخذ قرار وبعد تقول له ويا برا هاكا توا انا خديت القرار وحليت لك قضية، كي تربح قضيتك ارجع. لا ما يجيش، مش نخدموش بالعكس. انا مش ندعم، لازم تفهم حاجة، والمنظومة مواطنين والمنظومة عندهم عائلات والمنظومة عندهم صغار يمشوا للمكتب ولا الجامعة ويخدموا. معناها راهو يلزم شوية من الحكمة ومن التريث
قبل أخذ مثل هذه القرارات. في رأيك أستاذ كيفاش باش تنعكس على صورة تونس وإلا علاقات تونس؟ تونس ما عادش عندها صورة، ما عادش تحكيوا عليها الحكاية، ما عادش تحكيوا، تونس ما عادش عندها صورة للأسف الشديد. بالنسبة للمواقف نتاع الأجهزة القضائية كيفاش تتوقع باش تكون ردة الفعل أستاذ هكا قراءة يعني من وجهة النظر نتاعك باش يكون فما ردة الفعل؟ أنا نحب نقول حاجة، راهو حتى جماعة اللي حطهم هذوما في المجلس قضاء المواقف الأيامات بيناتنا فما سنة مشينا حياهم، راهو جمعية القضاة هل أنا ستتحرك؟ أنا شخصيا نستبعد التحرك القوي لانه هو سبب احد الاسباب المهمه في المأساة. ثم كلمه استعملها رئيس الدوله اللي هي قضاء الفقراء وقضاء الاغنياء، هذه شكون منين جابها الرئيس الكلمه هذه؟ هذه خذاها مع انس الحمادي الرئيس الحالي لجمعيه القضاء، لانه اكثر ناس شيطنت القضاء وخلت الراي العام يتجيش ضد القضاء، والراي العام مستعد يقبل أي قرار ضد القضاة، حتى كان غدوة يهبط أمر آخر بإعدام 100 قاضي، مش حتى بعزم، بإعدام ورمي بالرصاص ولا سابقا مواطنين مستقام حاضرين القرار. علاش؟ لأنه القضاء أمسكوا هتكوا خلاو المواطنين شيطنوا جيشوا عليه المواطنين، خلاو الناس كل حاضرة لأي قرار، أكثر ناس فاهمت هم جمعية القضاة من أنس الحمادي وانت راجع للخليفة مكنو الروضة القرافي لحمد الرحموني، هذوما هتكوا أعراض زملائهم موش هم وقتها فاهمين، اللي هما قاعدين يخوضوا في معارك شخصية مع بعض الأشخاص ما يفهموش اللي كلامهم هذاك راهو الريسبسيون نتاعهم الشعب تم بطريقة أخرى، والشعب ما يفهمش اللي عركتها الشخصية، يفهم اللي استفحل الفساد واستفحلت الفوضى في القضاء ويولي الرأي العام شاهد لأي قرار. بل بالعكس، حتى والله أنا اليوم فاجئوني بعض الأصدقاء لي ناس مثقفة قالوا هي يستاهلوا، يفكروش بمنطق المحاكمة العادلة وما تلموا جيشوا عليهم العباد اللي العباد ما عادش طالبة فيهم اللطف. به أستاذ، هل تعتقد وأنه هالمسار وإلا التمشي الأحادي لرئيس الجمهورية قيس سعيد قد ينعكس ضده، يعني ضد ما هو يهدف إليه، أم أنه هذاك هو اللي طالبته الناس بما أنه الناس تطالب بالمحاسبة؟ بربي وينهم الناس هذوما؟ مساندي الرئيس اليوم أستاذ، مساندي الرئيس يقول لك احنا نطالب بالمحاسبة، مش رئيس جزء من الشعب، رئيس يجمع ورئيس ورئيس كل تونسيين، شو قال نهار كله يحكي شعب شعب وانت رفيه شعب اللي معاه يودي الناس اليوم لاهي بيه ولا بدستوره؟ العباد مش لاقي ما تاكل، العباد اليوم تعيش في ازمه كبيره، العباد ولا تاكل من الزبله لاهي بيه هما، ونهار كل الشعب معايا داو بظهره مش معاك كمان استشارة وفشل، واللي راهو الملف السياسي اللي الرئيس شد فيه صحيح اليوم ومعتبره هو الملف الاساسي، مش هذا الانشغال الحقيقي نتاع الناس. ولكن عمليات سبر الآراء أستاذ، الملف الاقتصادي أستاذ، عمليات سبر الآراء تثبت عمليات سبر الآراء اللي قاعدين نتبعوا فيها قاعدة تثبت وأنه الرئيس يحظى بنسبة رضا عالية. ليشونتيون قداش اللي ياخذوا فيه؟ أي ليشونتيون هكاك نتناقشوا فيها أستاذ، أما مالي شنو؟ شوف ليشونتيون اللي خدموا عليه شنو؟ فهمتني؟ مش كما تعمل انت شانتيوم سيدي بوسعيد المرسى كما تمشي الرقاده مثلا. مش كيف تقاش الناس عندهم نفس التقييد. واضح. به استاذ سؤال اخير ونختم معك، كيفاش ترى يعني الامور، شنو هو اللي لازم يصير توا للحد من الاحتقان اللي صاير في البلاد هذايا اليوم، وخاصه بعد القرارات الاخيره اللي تم سلطه قائمه في البلاد اللي هي السلطه القضائيه؟ يعني الرئيس لا يستمع لأحد، زيد أنا باش نقول شنو يلزم نسيه، وأنا أنبه على الأقل قول للرأي العام أستاذ بن حليمة، خلينا نفهمه على الأقل. إن شاء الله إن شاء الله أنا قراءتي تطلع غالطة، وإن شاء الله رئيس ما يكونش قرر وأنه سيعلن المواجهة التي حدثه، لأنه وقتها يمشي الوضع أتعس من اللي عشناه في 78.
كيفاش كيفاش ان شاء الله ربي يهديه ويعطيه شيء من التعقل ومن الحكمه باش ينقص التجيش وينقص الاحتقان. رانا مشنا في حاجه الى الاحتقان اليوم، رانا في حاجه للسلم الاجتماعي، راهو الوضع خايب على الاخر، راهو الماليه العموميه في انهيار، راهو الاقتصاد في انهيار، راهي القدره الشرائيه في انهيار، راهي الاسعار من نار، راهي هذه هذه المواضيع المهمه. المواضيع هذه ما تنجم تحلها الا ما تحلحل وضع الاحتقان، ما تنجمش تحلها بالتجيش وبالتحريض وبنشر ثقافة الانتقام وثقافة التنمر. واضح أستاذ بن حليمة، نشكرك برشا على تدخلك معنا، بارك الله فيك. الأستاذ عماد بن حليمة محامي دخل معنا بخصوص المرسوم اللي اصدر البارح وقرار رئيس الجمهورية عزل 57 قاضي بتهم فساد، وقام أيضا بتنقيح مرسوم مجلس القضاء بما يسمح له بأعفاء القضاة. بعد شوية نحكيه على المرسوم الثاني المتعلق بقانون الانتخابات، باش نرجو على المرسوم الرئيسي اللي اصدر البارح بخصوص قانون الانتخابات والاستفتاء. طبعا كان معنا منذ أيام السيد محمد تليلي المنصري وحكينا على بعض النقاط اللي اقترحتهم هيئة الانتخابات على الرئيس، وكانت في انتظار صدور هذا المرسوم مش نحكيه عليهم بأكثر تفاصيل. تدسويت معنا السيد محمد تليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سي محمد تليلي مرحبا بك على إذاعة حيتفان. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. إذن أخيرا صدر المرسوم الرئيسي المتعلق بقانون الانتخابات والاستفتاء، لو كنت تعطينا عليه أكثر تفاصيل، وهل تضمن النقاط اللي اقترحتهم هيئة الانتخابات وإلا لا؟ هو في الواقع كما أكدت في كل المجالس السابقة لهيئة الانتخابات واللي قدمت عدة مقترحات لرئاسة الجمهورية بوصفها هي اللي ماسكة السلطة التشريعية، من بين هذه النقاط في الواقع وقعت الاستجابة لكل النقاط اللي هما ثلاثة. أولا فيما يتعلق بتسجيل الناخبين، احنا طلبنا من رئاسة الجمهورية ضرورة اعتماد التسجيل الآلي لأكثر من 2.5 مليون توانسة ما زالوا ماهمش مسجلين باعتبار ضيق الوقت بالنسبة للرزنامة، وهذا ما حصل فعلا. المرسوم أعطى الحرية المطلقة للهيئة في اعتماد أما التسجيل الآلي أو التسجيل الإرادي أو حتى التسجيل عن بعد، معناها ثم إتاحة. فقط لهنا أكد على نقطة، هو كونه زيادة 2.5 مليون ناخب يعني في نفس الوقت باش تكون عمل لوجستي كبير بالنسبة للهيئة، لأنه لازم نزيدوا أقل شيء 4000 مركز اقتراع، مكتب اقتراع جديد، لازم نزيدوا أعوان نتاع مكاتب اقتراع جديدة، معناها باش تزاد كذلك النفقات حتى من طباعة السجل الانتخابي زاد كيف معناها باش يكون ثم عمل لوجستي إضافي بالنسبة للإدارة نتاعنا. معناها سي محمد خلينا نوضحوا للسادة المستمعين، هو يعني المرسوم هذا يعطي الحرية لهيئة الانتخابات في التسجيل الآلي الأكثر من 2 مليون ناخب تقريبا، وإلا ينجم شكون يسجل وحده يعني ياخذ التليفون ويسجل، ولا توا آليا الناس كلها موجودة لعمرها من 18 عام موجودين في السجل الانتخابي؟ لا، باش وقع تسجيلهم آليا الهيئة لهنا باش تولي عندها الحق والحرية في عملية التحيين، بمعنى وأنه خاطر احنا عملية التسجيل الآلي باش تكون على ضوء العنوان الموجود في بطاقة التعريف الوطنية، وينجم يكون مكان العمل مخالف لمكان الموجود في بطاقة التعريف الوطنية. هنا يلزمنا نحن المواطن الساعة قبل كل شيء نعلموه أنه راهو قاعد تسجيله أولا، وثانيا إذا كان أنت تحب تغير مركز الاقتراع نتاعك باش يكون قريب ليك يوم الاقتراع، راهو الإمكانية هذه متاحة. كيفاش سي محمد؟ عن طريق عملية التحيين، معناها نحن عندنا تطبيق نتاع إتوال 195 إتوال رقم بطاقة التعريف الوطنية ودياز، هذه باش تعلموا وبمركز الاقتراع نتاعو الموجود، وإذا هو ما يتلائمش مع المركز الاقتراع القريب ليه يوم الاقتراع ينجم يقوم بعملية التحيين في أقرب مركز بالنسبة للهيئة، سواء بمقر هيئاتنا الفرعية أو والموجودة الفرق المتنقلة متاعنا، وإلا في الموجودة الفرق القارة اللي موجودة في البريد التونسي والموجودة في فضاءات تجارية كبرى. معناها كل الإمكانيات متاحة
باش يقوم بعمليه التحليل نتاعو في اجال معينه حسب الحمله التحسيسيه اللي كانت. وقتاش الاجال بالضبط باش يعني اللي يسمعوا فينا ويحبوا يبدلوا مثلا المكان اللي باش ينتخبوا فيه؟ من وقتاش لوقتاش عندهم الامكانيه؟ هو حاليا الاجال محلوله، نحن تو في مرحله التسجيل وموجوده في مقر هيئاتنا الفرعيه كل موجوده، والتطبيق هذه تو معناها تشتغل نتاع الاطوال 195 اطوال رغبه تخ تعريف وطنيه ودياز. نجم يتصل بمراكز البريد اللي موجوده اقرب بريد ليه باش يلقى مركز قارب بالنسبه تابع للهيئه الانتخابات. وموجوده حتى الفرق نتاعنا المتنقله معناها عندهم يحملوا معنا علامات مميزه تدل على انهم اعوان نتاع الهيئه، لازم حتى تصل بها معناها الامكانيات كلها متاحه. هذه في خصوص النقطه الاولى. النقطة الثانية اللي وقعت الاستجابة لها هي نتاع الصفقات العمومية، وقع استثناء الهيئة من اتباع إجراءات الصفقات العمومية باعتبار وأنه هذه الآلية هي تتطلب وقت وتتطلب إجراءات إدارية مطولة نوعا ما اللي هي ما تتمشاش مع سرعة وخصوصية مرحلة الانتخابات حاليا. لكن في نفس الوقت بطبيعة الحال حفاظا حتى احنا زدرنا مستأمنين على المال العام هو أعطى المبدأ هو أنه ضرورة اتباع هذه الطريقة طريقة الصفقات العمومية، لكن أعطى بصفة استثنائية يمكن لمجلس الهيئة، معناها الأمر ماهوش مطلق هكاك، ثم استثناء ثم شرط، هو شرط التعليل، شرط السرعة. وأنا نحب نأكد على نقطة هنا وأن الإدارة التنفيذية بتاعنا هنا مطالبة وأني معناها كل الحذر، لأنه مجلس الهيئة راهو إذا شاف نوع نتاع تقصير من الإدارة التنفيذية راهو ينجم يصادق الهاش على الاتباع الإجراءات هذه اللي تطرح خاصة في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية العادية أو البلدية اللي هي معلومة مسبقا. احنا توا نعرفوا من توا اللي راهي في اكتوبر 2024 عام انتخابات رئاسيه، ما ثماش عذر بالنسبه للاداره نتاعنا باش نمكنوها من استثناء الصفقات العموميه، هي تعرف التاريخ من توا لازم تحضر روحها. هذه متاحه بالنسبه للانتخابات الجزئيه الفجئيه الطارئه اللي فيها اجال قصيره. في الحاله هذه مجلس الهيئه ينجم يمكن الاداره نتاعنا من استثناء الصفقات العموميه، وهذا مرسوم. ايوه، وهذا اللي يخص الاستفتاء اللي نحكيوا عليه في 25 جويليا. وهو كذلك. النقطة الثالثة اللي يستجاب لها المرسوم كذلك فيما يخص من له حق المشاركة في حملة الاستفتاء. بطبيعة الحال المرسوم لهنا لم يضيق في الواقع، لأنه النص اللي كان موجود السابق 2014 كان يحصر من له الحق في الأحزاب النيابية فقط. المرسوم الجديد لم يحصر ولم يضيق في من له حق المشاركة في حملة الاستفتاء، وأعطى الهيئة السلطة التقديرية في تحديد من له الحق وفي الشروط اللي الواجب اتباعها. شنو ما الشروط سي محمد؟ بطبيعة الحال احنا كمجلس هيئة غدوة الحية عن المجلس بتاعنا باش نطابقوا فيه على الرزنامة، باش نصدروا قراراتنا الترتيبية في خصوص من له حق المشاركة في الحملة. بطبيعة الحال احنا زاد كذلك مادام المرسوم ما ضيقش، احنا باش يكون التمشي نتاعنا هذايا مازال مش راي المجلس، لكن راي شخصي اللي باش نمشوا فيه مؤكد، وانه لن نكون مع التضييق، لن نكون مع المنع، وفقا لقاعده ما هو غير ممنوع مباح، وفق قاعده حق المواطنه، حق المشاركه في الشان الانتخابي. معناها التوجه العام سي محمد هو باش يتم تمكين الاحزاب الراغبة في المشاركة يعني في الاستفتاء ولا في المشاركة في الحملات برغبتهم ينجموا يشاركوا هكا. مش كالاحزاب بالنسبة لنا احنا، مش كالاحزاب، حتى الجمعيات المنظمات وتو نشوفوا حتى باش نزيد نطرحوا الاشكال، هل انا المواطن العادي اللي هو عنده حق المواطنة وعنده صفة الناخب عنده حق باش يشارك ولا طالما وانه النص القانوني لم يمنع، باش نشوفوا احنا الامكانيات هذه كلها باش تكون من حيث المبدأ في اطار الاتاحة واطار التمكين. كل من له الحق في المشاركة ثم شروط ثم مدونة شروط بطبيعة الحال توفر فيه الشروط، يقدم المطلب للهيئة مطلب المشاركة، ومجلس الهيئة باش يصدر قرار ترتيبي في هذا الشأن بعد النقاش اللي باش يكون في مجلسنا يوم غد إن شاء الله. وتنجم ترفض الهيئة مشاركة بعض الأطراف، لها الحق في ذلك سي محمد. مو احنا باش نتناقشوا في جميع هذه الشروط وباش نحدوا من له الحق، وقت نحدوا شنو هما الشروط؟ نجمش تعطينا فكره سي محمد على الشروط؟
ما نجمش نعطيك شروط على خاطر مازال ماهيش محل درس في النهاية. المرسوم هو من حيث المبدأ ما لم يضيق مطلقا. مرسوم ما فماش تضييق في المرسوم قبل. يعني المسؤولية هذه على عاتق هيئة الانتخابات، على عاتق الهيئة بطبيعة الحال. هو من حيث المبدأ حاليا طالما لا يوجد نص قانوني يمنع ولا يوجد حكم قضائي يمنع، فالمبدأ هو الإتاحة، هذا هو الجواب معناها مبدئيا. فماش منع لكل ما ثماش نص قانون يمنع وما ثماش حزب أو جمعية أو مواطن صادر فيه حكم لحرمانه من حقوق المدنية والسياسية، له الحق وأنه ينتخب، له الحق وأنه يقترع، له الحق وأنه يشارك في الحملة. هذا من حيث المبدأ بطبيعة الحال، بس تكون التوجه إن شاء الله في المنحة، لأن استراتيجية متاع الهيئة عندها ولاية كاملة وعامة على الانتخابات، هي الحكم، هي الحكم بين الجميع بطبيعة الحال. إذا ما تحقق النجاح اللازمة، إذا ما تحقق المساواة بين الجميع، هذا هو الهدف الأساسي من وجود الهيئة أصلا. نظرا للظرف الاستثنائي لهذا الاستفتاء سي محمد وضيق الوقت والمراسيم هذه اللي باش تسهل العمل بالنسبة لهيئة الانتخابات، أكيد ستنعكس زادة على الجانب المادي لتنظيم هذا الاستفتاء. وانت أشرت سيادتك إلى أنه مش يتم أحداث تقريبا 4000 مكتب جديد نظرا معناه للطريقة بتاع التسجيل هذية، فكيفاش باش تكون يعني الكلفة متاع هذا الاستفتاء؟ قداش باش تكلف تقريبا يعني تنظيمها قداش باش يكون؟ هو في الواقع باش ما نجموش نعطوا تقريبين التكلفة إلا بعد ما تكمل، على خاطر احنا راهو نصفه بحسب تطور المسار بطبيعة الحال. زيادة متاع 4000 مكتب باش يتطلب شراء معدات جديدة من صناديق ومعدات إلى آخره، باش يتطلب كذلك طباعة زايدة متاع سجل الانتخابي، باش يتطلب انتدابات متاع أعضاء مكاتب اقتراع. نعرف كل وانه كل مكتب اقتراع يجب أقل شيء فيه 3 معناها أعضاء مكاتب اقتراع. تصور أنت باش توصل 4000 مكتب اقتراع، معناها تقريبا حكاية 12000 عود جديد باش يوقع انتدابهم وتكوينهم الحال. وهل الوقت كافي سي محمد باش يتم انتداب الاعوان هذه كلها وتكوينها معناها لحسن سير وحسن تنظيم الاستفتاء؟ هو في الواقع احنا بتجربتنا معناها ما عندناش اشكال في خصوص الجاهزيه اللوجستيه والبشريه، لانه يعني باش تكون كل شيء في الموعد نتاعه على حسب البرنامج باش تنزرو. انتدبنا المكونين بطبيعه الحال، الاعوان المكلفين بالتكوين، وباش من بعد تكون معناها ثم معناها بلاغات نتاع الانتدابات، خاصة لأعضاء مكاتب الاقتراع اللي هما عادة باش يكونوا احنا تعودنا وأنه رجال التعليم اللي هما حقيقة عاونوا برشا الهيئة في الشأن هذا، نوصلوا ننتدبوا أكثر من 60000 معناها عاون يكون منتسب للهيئة، ما فماش إشكاليات هذه. مع الملاحظ وكونه راهو الزيادة نتاع زوز ملايين ونص هذه صحيح راهي باهية وفقا لمبدأ الإتاحة، لكن راهي في نفس الوقت أنا نتصور إذا كان مش باش يكون ثم إقبال كبير باش تأثر حتى على نسب المشاركة، اللي نعرف كل وانه زوج ملايين ثم زوج ملايين بشر هذوما اللي مقاعش تسجيلهم، هذوما راهو مرت عليهم تقريبا الانتخابات الكل 2011 و14 و18 و19 وفي أهالية ما حبتش تسجل، معناها وكأنهم غير معنيين بتاتا بالشأن الانتخابي. احنا شفنا حتى في مسارات سابقة وأن الأعوان متاعنا عندما يلتجؤونهم للتسجيل تعرضوا حتى العمليات متاع عنف. وذلك علاش هي كانت الفكرة بالنسبة للتسجيل الإرادي، هو كونه من يسجل إراديا هذاك راه دليل ولو معناها قرينة بسيطة وأنه راه باش يمشي يعني على الأقل مهتم يعني بالمسار الانتخابي وغيره. هما زوج ملايين هي الفئة الصعبة جدا اللي ما حبتش تسجل من 2011، عملنا جميع المحاولات صحيح باش نسجلوهم آليا باش نعلموهم اللي هم قاعد تسجيلهم آليا ونعطوهم الإمكانية نتاع التحييد، وإن شاء الله نحن باش تكون ثم نجاعة مطلوبة يكون ثم نسبة نتاع أقبال معتبرة. قديش فما نسبة معينة باش تكون معتبرة؟ قديش هالنسبة المعتبرة سي محمد؟ ما احنا نعرفوا طيب خاطر سمعنا الحقيقه القراءات يعني يقول لك في حدود 40-50% باهي نسبه معتبره، ولكن يقول لك في حدود 10-15% فانه باش يكون نسبه مشاركه ضعيفه برشا، معناها لا تخدم نجري برشا ظروف تتحكم، راهو الجانب الاقتصادي عنده دور، الجانب الاجتماعي عنده دور، الاداء السياسي عنده دور،
حتى من التاريخ زاد راهو عنده دور. نعرفوا 25 جويليه راهي، وهذا ربما التخوف نتاعنا احنا اصلا 25 جويليه، نعرفوا اللي هو صيف، نعرفوا اللي هو عطله، نعرفوا اللي هو لازم تمشي للبحر، نعرفوا اللي راهو مواطنين بالخارج نسبه كبيره منهم يكونوا موجودين في تونس، نعرفوا اللي في الجنوب التونسي، في اهالينا في الجنوب التونسي 7 نتاع الصباح 50 درجه حراره، كل نعرفوها كلها عوامل بطبيعه الحال. هي قداش تتوقع سي محمد تكون نسبه المشاركه تقريبيا؟ يعني تقريبيا مش متوقع، على خاطر حقيقه مش متوقع اللي يلزمها. انا قلت لك عطيتك الظروف اللي تنجم تاثر في النسب، احنا باش نعملوا اللي علينا، التزمنا بتحقيق نتيجه، يلزمنا نعملوا جميع الاعمال التحسيسيه اللازمه في الحث على الاقتراع، ومن بعد بطبيعه الحال نشوفوا شنو النتائج اللي نجموا نوصلوا لها. سي محمد، من بين الملاحظات ربما اللي جات على المرسوم الرئيسي هذا المتعلق بقانون الانتخابات والاستفتاء، هو انه يقول لك يعني اذا كان صوتوا بنعم يتم احتساب الاوراق نتاع نعم، ولكن اوراق التصويت الملغات والا الاوراق البيضاء ما يتمش احتسابها. هل هذا عادي يعني في كل الاستفتاءات هكا تتحسب، والا هذا بصفه استثنائيه في هذا المرسوم؟ لا عادي بطبيعة الحال، هي لا يقع احتساب الأوراق الملغاة ولا الأوراق البيضاء، هي حاجة معناها معروفة في جميع المسارات. بطبيعة الحال نحن نعتمد إلا الورقة الواضحة اللي فيها نعم والورقة الواضحة اللي فيها لا، باش نحدوا بها النسب نتاع النتيجة نتاع التصويت. بطبيعة الحال تحتسب، هي راهي في نسب المشاركة لكن لا تحتسب بعد في النتيجة تحديد الأغلبية. واضح. به بالنسبة ملاحظة أخرى سي محمد، خاطر المرسوم البارح أحكي يعني على المسار ما بعد التصويت بنعم، ولكن ما كشف لناش لو كان مثلا التوانسة يقولوا لا في هذا الاستفتاء، فشنو باش يصير يعني من بعد؟ ما تراش اللي هذا نقص يعني مثلا؟ النتيجة ستصرح بها الهيئة لما التصريح نتاع نتائج أولية، وبعد التصريح بالنتائج النهائية حسب نتيجة التصويت سواء كان بلا أو بنعم. الهيئة تصرح بأغلبية مطلقة بنعم أو بأغلبية مطلقة بلا في كل الحالات، معناها ما عندهاش حتى تأثير سواء كان بلا أو بنعم. الهيئة مطالبة بالتصريح بالنتائج الأولية والنتائج النهائية. يبقى المسار اللي من بعد كان نعم ولا لا هو مسار سياسي، يعني ما يعنيش الهيئة مباشرة. ما يعنيش سي محمد. غدوة إذا الاجتماع باش تحكيوا فيه على الرزنامة، غدوة إن شاء الله تخرج معناها الرزنامة للتوانسة الكل، باش نعرفوا وقتاش التسجيل، وقتاش يوفى، وقتاش الحملة، وقتاش إلى غير ذلك، هكا ولا؟ أي غدوة الحين إن شاء الله مسابقة نهائية على الرزنامة. أعضاء هيئة الانتخابات كيفاش تلقيتوا بصفة عامة المرسوم الرئاسي هذا بأريحية، نظرا لأنه تمت الاستجابة معناها لأبرز المقترحات نتاعكم؟ بطبيعة الحال هو في آخر مجلس صار وقعت النقاشات، وإحنا نقاشاتنا موجودة بصفة مباشرة على الموقع نتاع الهيئة تبث، وهذا قرارنا اللي خذيناه. ثم وقع تفاعل حيني في الواقع من رئاسة الجمهورية بخصوص النقاط اللي وقعت إثارتها، وقع إرجاء البت في المصادقة للرزنامة إلى حين أفعل رئاسة الجمهورية مع هذه المقترحات، وهذا ما حصل. وغدوة الحي بعد ما استجابت رئاسة الجمهورية لكل مقترحات نتاع الهيئة، بطبيعة الحال لم يعد لنا مبرر لمزيد التأجيل بالنسبة للمصادقة على الرزنامة. سنصادق على الرزنامة بحيثيتها، وستكون مشهورة بالرائد الرسمي وكذلك بموقع الهيئة، ويطلع عليها العموم، وسنقوم بتنفيذ كل بنودها. واضح. السيد محمد تليل المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل، في انتظار الأعلان على الرزنامة غدوة إن شاء الله. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم. نشكر إمنا بوخيت في الإخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، أنسة الهمامي في ستوندار. كنت معكم سهام حمدي من وصلنا رحلة التوى، نتقابل إن شاء الله نهار الاثنين. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية.